انا عايزه اعرف هم ليه غيروا اسمه؟ هو ما بقاش يعني دلوقتي بقى تقريبا اسمه موباكو او موبكو او حاجه كده يعني. هو نوع من انواع التحايل، ناس اتخذت عمولات ورشاوى، ناس باعت الارض المصريه بثمن بخس، ناس فرطت في حصه مصر من مياه النيل، راجل جاي بدايه يعمل يعني مشروع من كندا ده عشان الضرايب يعني، وما غيروش عشان الضرايب؟ لا للاسف الشديد لا، عشان ينصبوا على الشعب الدمياطي وعلى شعب مصر ان اجريا ما عادتش موجوده وده منتج مصري وموبكو المصريه، مع ان الحقيقه غير كده خالص. هتفرق ايه لو الموضوع واحد يعني؟ تفرق ان في شخص اجنبي جه بزعم الاستثمار خد 426 فدان من الاراضي المصريه، ودي خبط اكبر مجمع لبيت الكيماويات في العالم في بقعه سحريه في منطقه تحت الاداره البيئيه، كانوا بيفكروا يعملوها محميه طبيعيه مجاوره لمصيف راس البر في منطقه شجريه فيها مليون شجره، هي منطقه السنانيه قريه السنانيه وانشطه صيد ومنطقه من اروع مناطق العالم. راجل خد المنطقه دي على اساس انه يعمل اكبر مجمع بتروكيماويات في العالم. لماذا اختيرت هذه البقعه؟ لان اولا المياه موجوده، مياه النيل، بدل ما نستخدمها في اعمال الصناعه في اعمال الزراعه نستخدمها في الصناعه. موجود رصيف بحري في ميناء دمياط خصص لهذا الرجل اجريم بالطريق المباشر، قرار 3/5 من احمد نظيف رئيس الحكومه المصريه انذاك. ثم يقوم هذا الرجل باستغلال الارض في اقامه المجمع والانتاج والتصدير للخارج بنسبه 100%. الحكومه المصريه ومصر لا تستفيد شيء منه. طيب انا عايزه اعرف ليه التباطؤ في اصدار الاحكام او في ان القضيه تمشي بشكل او بوقت كويس في موضوع المصانع المضره للشعب؟ شوف حضرتك، انا متفق مع حضرتك في ان هذه المصانع فيها جيم، العالم كله بيمنع اقامتها الان، واذا ما اقيمت كان الدكتور جنزور اللي بشيد بيه، هذا الرجل اصدر امر عسكري 2/96 قال بالنص كده يحظر اقامات صناعه الاسمده والبتروكيماويات الا على بعد 60 كيلو من القاهره واسكندريه و45 كيلو من عواصم المحافظه. هذا الرجل المحترم اللي لما جه رئيس الوزراء في الفتره اللي هي البينيه ما بين الثوره 25 يناير وما بين ما نحن فيه الان، قال لهم ايه؟ قال لهم انا اصدرت امر عسكري بمنع الصناعات دي داخل المدن، وبالتالي وقف مصنع موبكو اللي هو اجريم، وقف تشغيل مصنع موبكو ووقف التوسعات. وفجاه حضرتك يلجأوا رفع دعوى قضائية، فلا يتركهم الشعب، نسافر في عربيات أشخاص معدودة نتدخل في الدعوة، نقدم 1200 مستند من أول دكتور طلبة العالم الجليل بتاع البيئة اللي قال يحظر إقامة هذه الصناعات إلا إذا كان في حزام شجري 2 كيلو من جميع الاتجاهات. تفاجأ حضرتك إن سور مصنع موبكو وأجريم ده جنب منطقة الغلال في حوض ميناء دمياط، الغذاء اللي بناكله القمح المستورد من الخارج في أضخم منطقة لتجميع الغلال في المينا، تجد هذا الأمر على حوض النيل، تجدهم بيصرفهم الصرف الصناعي بتاعهم على محطة راس البر، محطة الدولة، الدولة المصرية تكفل لهؤلاء الناس الصرف على محطتها، ثم يلقي بالمخلفات والنفايات في مياه النيل.